بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اليوم إن شاء الله راح نكمل الفصل السادس من مادة الاستاتيكا. المحاضرة الثالثة إن شاء الله اليوم حتكون، درسنا في الفصل السادس في بدايته حكينا عن الترس وعرفنا شو هو الترس، حكينا بعد هيك عن طرق تحليل الترس method of joints و method of sections، وحكينا عن zero force member. اليوم إن شاء الله راح نختم الفصل وحنحكي عن موضوع اسمه frames and machines. الفريمز بالعربي معناها الإطارات، والماشينز معناها الآلات. هم عبارة عن نوعين من الستركتشرز زي الترس بالضبط، لكن طريقة الكونفيجريشن تبعتهم وطريقة تركيبهم وطريقة نقل الأحمال فيهم مختلفة. الأساس علم الاستاتيكا واحد ويطبق عليهم مع بعض. هذا شكل زي الفريم الموجود عندنا، هي عبارة عن بسموه الإطار. الآن هدول الفريمز والماشينز عبارة عن ستراكشرز مشبوكة في بعض باستخدام pin connected multi force members. التراس كان عبارة عن members two force members. الممبرز هذه مثبتة مع بعض باستخدام الحام أو باستخدام براغي، ولكنه two force member كل واحد منهم. هدول لا، هدول مالتي فورس ممبر، يعني اكثر من قوتين فيه. تمام، هذا فريم وهذا ماشين، ماشين آلة. تمام، هاي فريم، في عندي مثلا هذا الممبر الموجود عندي، في هنا قوة وهنا في قوة وهنا في قوة. لو بدي اخذ هذه واحللها لحالها، يعني في عندي اكثر من قوتين. الفريمز الاطارات تستخدم ل سبورت لود، لحمل إشي. فريم السقف ممكن ينعمل بنظام فريم عشان يحمل الأحمال الموجودة عليه. صالات الأفراح والملاعب والصالات الكبيرة بتكون بنظام فريمز عشان تتحمل الأحمال الجاية عليها، في حين إنه الماشينز بتستخدم فيها طبعا أعضاء متحركة moving parts، وبتصمم عشان تنقل الحمل أو تخليه من أفقي لرأسي مثلا أو غير هيك. في علم الهندسة المباني معظم شغلنا وتركيزنا بكون على الفريمز، في هندسة الميكانيك بكون في تركيزهم على الماشينز. طبعا طريقة التحليل بنفس معادلات الإكوليبريم. الآن احنا درسنا سابقا السبورتس، بنعرف ايش هي الأحمال اللي جاية عليها. تمام، درسنا معادلات الاتزان، السمشن اف اكس بصفر، سمشن اف واي بصفر، وسمشن اف مومنت بصفر. نفس الاشي بنطبقه هنا. طبعا زي ما اخذنا في الترس انه ليش مهم نعمل عملية التحليل ومعرفة القوة الموجودة في الممبرز الموجودة عندي عشان اعرف اصمم، لانه ما بعرف اصمم واختار مقطع الماسورة او السكشن اللي انا بدي استخدمه، قديش ارتفاعه، قديش ابعاده، قديش الثيكنس تبع الحديد، كل هذا ما بقدر اعرفه الا اذا عرفت قديش في لود جاي على هذا المنبر. اللي الحام او البراغي التثبيت بين المنبرز برضو بقدرش اني اعرفها الا اذا عرفت طبيعة الاحمال اللي جاية وقيمتها، وكذلك السبورت الموجودة لازم اعرف الرياكشن على السبورت، ومنها بختار نوع السبورت. الخطوة الاولى في البيم وفي الفريم وفي الترس وفي اي اشي، بدي ارسم الفري بادي دياجرام. تمام، بدي ارسم الفري بادي دياجرام واحط القوة الخارجية، الانون باكس واي، واذا في مومنت كله بدي احطه وبكون موجود عندي وبرقمه وبسميه حسب الموقع تبعه. الآن إذا في two force member في الستركشر بحطها وببينها، لأنها بتساعدني في معرفة الاتجاه تبع القوة. إذا كان في two force member بحددها وبكون القوة محصلة القوة اللي فيها في نفس اتجاه
هذا المنبر، وهذا بيساعدني اني ما ابذلش معادلات كتير وحسابات كتير زي ما حنشوف. حنحل الان بعض الاسئله بطريقتين، طريقه انه اكتشفنا انه في واحد منهم تو فورس منبر كيف سهل علينا، والطريقه الثانيه انه ما انتبهناش انه تو فورس منبر وبدينا نشتغل بالطريقه العاديه بحل المعادلات بالطريقه العاديه. الآن الفريم بكون عبارة عن مجموعة من العناصر مشبكة في بعض، كل إليمنت منهم، كل منبر منهم بكون في عليه أكثر من قوة. الآن لما بدي أرسم الفري بادي ديجرام للجسم ككل مشبك في بعضه، ما بهتمش بالقوة الموجودة بين هذه الممبرز زي ما حنيجي نحكي. بمعنى إنه لو أنا في عندي منبر تو ممبرز مشبوكين في بعض وبدي ارسم اجيب الرياكشن زي بالضبط التراس. التراس لما كنا بدنا نجيب الرياكشن ايش كنا نعمل؟ كنا نتعامل مع التراس كانه يونت وحده، ما نهتم بالقوه الداخليه اللي موجوده بين الممبرز، ونهتم بالقوه الخارجيه ونجيب من عن طريقها الايش؟ الرياكشن. الان لكن لو بدي اعمل فري بودي ديجرام لمنبر معين او لجزء منه زي ما كنا نعمل هناك بطريقه الميثود اوف سيكشنز مثلا، قطعت وعملت لجزء منه، ساعتها باخذ القوه الخارجيه والقوه الداخليه زي ما حنيجي نشوف. الان هنا مثلا هاي فريم، كيف عرفت انه فريم؟ انه في ممبرز وكل منبر من هذه الممبرز عليه اكثر من قوتين. هذا في عندي سبورت هنا وسبورت هنا، وفي سبورت وفي عندي لود في النص، هذا نفس القصه. هذول الاثنين اللي انا بدي اتعامل معاه كانه سيستم كامل واجيب الرياكشن، بانسى انه في قوه بين هذول التنتين، بطبق القوه الخارجيه والسبورت. الان لو بدي اقطع من هنا واخذ الممبر اي بي، وبدي اخذ الممبر اي بي هذا، الان الممبر اي بي في هنا pin connection، هذول التو ممبرز ار كونكتد باي بين عند بي. لما بدي اخذ الاي لحالها، اي بي لحالها، برسمه هنا. الان تحت في عندي هنا pin او هنج له اكس وواي، هنا برضه pin connection له اكس وواي، بس يبقى هذا هو عباره عن ال هذا هذا هو هنا، تمام. هذا هو المنبر، هو هذا هنا، تمام. في عندي السبورت عند A A X و A Y، وعند B B X و B Y، اللي هو عبارة عن إيش هذه؟ هذه عبارة عن الجوينت اللي بتربط بين هدول الممبرز الاثنين. إذا كأنه بي سي بأثر على A B بهدول القوتين، هدول القوى الموجودة هنا والقوى الموجودة هنا هم اللي عاملين له الاتزان. الآن الجسم الثاني أو المنبر الثاني، في عندي بي سي هنا، المنبر بي سي، في عندي سي اكس وسي واي الجاي من هذا السبورت، وفي عندي الجوينت نفسها قوتين جايين من اي بي على بي سي، مكافئين لهم في المقدار ومضادين في الاتجاه. ليش؟ لأنه هدول عند الجوينت نفسها، هي الجوينت. الان لما نمسك هذه الجوينت، هي هذه الجوينت اللي هي بي، عند بي في عندي توازن، اذا مجموع القوى باكس بصفر ومجموع القوى بواي بصفر. الان بي اكس هذه اللي جاي من تاثير بي سي على اي بي، وبي اكس اللي هنا هي نفسها تاثير اي بي على بي سي، مجموعهم بصفر والواي واحد لفوق وواحد لتحت عشان يكون مجموعهم صفر. لو اخذنا البن نفسها البرغي مثلا اللي رابط بين التنتين، في لو بدنا نيجي نكبره ونعمل له زوم، في عندي بي اكس وبي واي، هذول جايين من تاثير اي بي على البن. الان هي بي اكس وبي واي، هذول ايش هم؟ هذول التنتين الان بي اكس وبي واي، هذول القوى اللي هنا. الان بي اكس وبي واي ايش بياثروا على البن؟ عكسه، عشان البن عند البن نفسها
في عندي هاي بي واي نازلة لتحت هنا والبن بتأثر لفوق، تمام؟ عشان يكون بالنهاية المحصلة بتساوي صفر. نفس القصة لو كان عندي ماشين زي هيك. الآن في عندي هنا بكرة، وفي هنا مشدودة بتي هنا وتي هنا، وفي عندي لود لتحت. هاي رسمتها هيك، تمام؟ بسطتها وعملت الايدياليزيشن هيك. الآن بدي أجي أحلل. الآن البكرة، هاي البكرة عند النقطة B، البكرة في عليها تي لفوق هيو، وتي جايب زاوية معينة. طبعا الفريكشنلس بولي بكون هذه نفس هذه، الشد على طرفي البكرة متساوي بغض النظر انه في زاوية ولا فيش زاوية. الآن في برغي، في كونكشن ما بين البكرة وهذا المنبر. البكرة في عند الكونكشن هذا في حمل هو اللي حافظ التوازن، لأنه لو مش موجود هنا برغي، لو مش موجود هنا برغي مثبت البكرة في هذا المنبر كان طلعت لفوق، لأنه المحصلة لفوق هيها، تمام؟ محصلة في هذا الاتجاه. ففي قوتين هنا عند البرغي اللي بأثرهم البرغي على البكرة في اتجاه X واتجاه Y. طبعا ليش X؟ لأنه هذه في زاوية هنا، لو ان القوة الثانية لفوق عدلة كان ما فيش اكس، لكن لما اجي احلل التي هذه لقوة اكس وقوة واي، تمام؟ الان مركبة التي هذه في اتجاه اكس بعادل البي اكس، ومجموع التي زائد مركبة التي في اتجاه واي بيجيب لي بي واي. الان هذا فيما يتعلق بالبكرة. فيما يتعلق بالبيم هذا او المنبر هذا، المنبر هذا في هنا عندي X و Y هيهم AX و AY، وفي عندي اللود الجاي من الوزن لتحت W، وفي عندي عند نفس النقطة هذه عند نفس البرغي عند نفس الكونكشن عند نفس البن، في عندي زي ما البكرة مسنودة بهذا البرغي ومانع انه يوقع، البيم نفسه محمل حمل عند هذه النقطة، تمام؟ عند هذه النقطة معاكس للي بنقول من اللي موجود في البكره، وبالتالي البكره بتنقل الحمل. الان لما اخذ التنتين هذول مع بعض عند البرغي نفسه بكون سميشن اكس بصفر وسميشن واي بصفر. اذا بي اكس ما دامها كانت في البكره لهيك بتكون في البيم عكسه، وما دامها كانت في البكره لتحت بتكون في البيم عكسه. لان انسوا الاتجاهات، ما تهتموش كثير بالاتجاهات، بتحطوا اي اتجاهين وفي الثاني بكون. نفس القصة هنا في سيستم مبين معقد، ببدأ من البكرة. الآن هيو في عندي هذا البكرة الأولى بي، هيها بي، في عندي external force 75 باوند هيك و 75 باوند هيك، هي 75 باوند هيك و 75 باوند في الاتجاه الثاني. الآن البرغ اللي ماسك البكرة واللي بينقل الحمل من البكرة على البيم هيو، في عندي قوة معاكسة عشان اتزان، لأنه البكرة بالنهاية هذه البكرة هذه تحت الاتزان. في عندي external force 75Y وهنا X، في عند السبورت قوة معاكسة في الاتجاه لهدول القوتين، هذه BX و BY. الآن BX وال BY هذه بينتقلوا للبيم، هاي BX وال BY بعكس الاتجاه. ليش بعكس الاتجاه؟ لأنه عند المفصل نفسه عند البرغ اللي مثبتهم بيكون عنده أربع قوى، كأنه اثنين جايين من البكرة واثنين جايين من البيم مجموعهم بيساوي صفر عشان يتعادلوا مع بعض، تمام؟ طيب نمشي في الثانية. هنا البكرة الثانية اللي هي سي، فيها برضو شد تي هنا وتي لتحت، هي الشد الأول تي هيك وتي لتحت، وعند المفصل هذا عند البرغ اللي هنا في عكسه سي اكس وسي واي، اللي هي طبعا سي اكس بتساوي تي وسي واي بتساوي تي. هذا الحمل بينتقل إلى هذا المنبر عند هذه النقطة نفسها، بكون عندي في سي اكس في هذا الاتجاه، بكون في الاتجاه الثاني، تمام؟ لأنه واحد من القوتين تأثير البكرة على البيم والثاني تأثير البيم على البكرة، تمام؟ وهنا في عندي تي شد لفوق
وهنا في عندي هاي الفري بادي دياجرام للشكل وبنساش السبورت. تمام، هذا طبعا شكل يعني تتبعوه بتشوفوه. فقط القصة قصة انه كل منبر من المنبرز الها لود موجودة فيها، وعند الكونكشن بين تو ممبرز بيكون نفس اللود الموجود على اليمين نفس اللود الموجود على الشمال بس باتجاه مختلف. مثال، نبدأ بمثال بسيط وبعدين نبدأ نمشي بإشي أكثر صعوبة. الآن بحكي لي determine the tension in the cables and also the force P required to support the 6 newton force using the frictionless pulley system shown in the figure. في عندي سيستم هيو بكرة، البكرة تعتبر ماشين يعني ما فيش مشكلة، بتنقل أحمال وبتغير اتجاهات. بدي ارسم الفري بادي دياجرام الآن لكل بكرة من البكرات الثلاثة. البكرة الأولى في عندي لفوق، خلينا نبدأ من الإشي من هنا. تمام، نمسك البكرة سي، في عندي لود بي، ما دام هادي بي يبقى الثاني بي، صح؟ هادي بي مزبوط. هاي البكرة سي، في عندي هنا بي وهنا بي. طيب في هنا برغي شادد كل اللي تحت، مش هذا البكرة بي مشبوكة في البكرة سي، يبقى في عندي هنا حمل لتحت، وفي عندي فوق انا بدي اقطع من هنا، يعني فعليا انا كأنه بدي اقطع هيك عشان ارسم الفري بادي دياجرام. في اربع قوى، الحبل اللي فوق اللي رابط البكرة اللي هو ار مسميه هنا، وفي الشد بي وبي، وفي لما اقطع هذا من هنا بتكون عندي قوة تي. نمسك البكرة اللي تحت اللي هي البكرة بي، الآن التي هذه، مش هي هذه التي هيها، هذا عبارة عن اللي شابك التي فوق، بكون تي نفسها لفوق عشان ما دام التي هي الأولى لتحت يبقى هذه التي لفوق، لأنه هذه التي اللي هنا بدها تخلي البكرة الكبيرة سي توقع لتحت، في حين إنه نفس المنبر هذا هو اللي مخلي البكرة بي تضل مشدودة لفوق وبالتالي بيعمل شد لفوق. هدول الاثنين مجموعهم صفر، تي وتي. ايش في كمان قوة عند البكرة بي؟ في عندي قوة لتحت هنا وقوة لتحت هنا. تمام؟ وكذلك البكرة A، في عندي 600 لتحت وفي عندي ثلاث قوة لفوق، بي وبي وبي. تمام؟ الآن هادي بي وهادي بي. تمام؟ امشوا معايا. هادي بي صح؟ مش هي نفس هادي بي؟ هادي بي وهادي بي، يبقى هادي بي برضو لأنها على نفس البكر. يعني السؤال سهل، خلينا نشوفه. بنمسك البولي A، الكلام اللي قلته موجود هي مشروح فوق، بنمسك البكرة A اللي تحت، في عندي summation F Y بيساوي صفر، تحت في عندي فقط 600 وفوق عندي بي وبي وبي، اذا 3 بي بيساوي 600، اذا بي بيساوي 200. طبعا من وين عرفت انه هذه بي وهذه بي وهذه بي انهم متساويين؟ امشوا لفوق شوي، الكلام اللي حكيته ارجعوا للشيء الاصلي، بتلاحظوا انه هذه بي، اذا هذه بي، ما دام هذه بي يبقى هذه بي، وما دام هذه بي يبقى اللي بلف على البكره الثانيه بي، اذا الثلاثه هذول بي بي بي. هي اذا بي قديش بتساوي؟ 200. تمام، طب ننتقل للي فوق، هنا 200 و200 لتحت، اذا تي بيساوي 400 مزبوط، لانه سميشن اف واي بيساوي صفر، 200 و200 لتحت وفوق بتساوي 400. الان عرفت التي 400 وعرفت البي 200 والبي الثانيه 200، 200 و200 400 و400 800، اذا ار بتساوي 800. نيجي لإشي اصعب شويه. هذا السؤال حنحله بطريقتين، حنحله الطريقه الاولى انه ما عرفناش انه في عندي حاجه اسمها تو فورس ممبر، هنحله عادي جدا. والطريقة الثانية انه نكتشف انه الممبر AB تو فورس ممبر، هي عبارة عن ممبر زي الممبر تبعت التراس، مشبوك من اول واخره فقط وفيش قوة في النص، وبالتالي بكون المحصلة تبعت القوة هذه اللي هي AX و AY محصلتهم في هذا الاتجاه، وكذلك BX و BY، فريحني اني اعرف الاتجاهات واطبق معادلات اضافيه. خلينا نطبق السؤال
كما لو احنا مش عارفين انه two force member. بيقول لي في السؤال determine the horizontal and vertical components of the force which the pin at C exert on the member BC. هذا فريم بده القوة الكومبوننتس X و Y اللي البن at C الرياكشن كأنه اللي عند السبورت ببذلهم بيسببهم على المنبر بي سي اللي هو نفس الرياكشن تبعنا. الآن لما أرسم الشكل مع بعض بقدرش أجيبهم لأنه في عندي هنا قوتين وهنا قوتين، أنا بدي أحلل. تمام، هنا في عندي X و Y. لو بدي أخذ المومنت هنا في عندي مجهولين، بدي أخذ المومنت هنا في عندي مجهولين، يعني الإكس مش معروف بالمرة عندي وبالتالي في شوية صعوبة. خلينا نحله. بدي أرسم، أنا أتعامل إنه أنا مش عارف إنه A B two force member. بدي أحل السؤال بالطريقة التقليدية. إيش الآن؟ هاي الممبر الأول وهي الممبر الثاني. الممبر الأول هيو A B، في عندي قوتين A X و A Y هيهم، وعند البن اللي هنا برضو في عندي بي اكس وبي واي، صح؟ هيهم الزاوية 60 وطوله 3 متر. المنبر الثاني بي سي نفس القصة، في هنا عندي قوة سي اكس وسي واي هيهم، وفي عندي الاكسترنال الألفين في النص، وفي عندي عند النقطة بي قوة بي اكس وبي واي هي نفسها الثانية بس اتجاهها مختلف، لأن واحد منهم قديش بتبذل AB على BC والتاني ايش ببذل BC على AB. مجموع الأربعة هدول بيساوي صفر لأنه البرغ اللي هنا متزن، الجوينت هذه متزنة. الآن نمسك الممبر AB. الآن summation FX بصفر، إذن AX ناقص BX بيساوي صفر، إذن AX بيساوي BX. تمام، بس مش عارفهم قديش. summation FY بيساوي صفر، إذن AY بيساوي BY. تمام، بس أنا مش عارف AY ولا AX ولا BX ولا BY. ناخد summation moment حوالين A أو B، حوالين A مثلا بيساوي صفر لأن moment صار سهل عندنا بنعرف نجيبه. الآن BX ضرب 3 sin 60 لأنه هذه المسافة عبارة عن sin المقابل للستين على الوتر، وبي واي كوزاين 60 بيساوي صفر. كم مجهول عندي؟ 6 مجاهيل، اي اكس واي واي وبي اكس وبي واي هنا 4، وفي 2 سي اكس وسي واي. الان طلع عندي هنا 4 مجاهيل. تمام، اكمل. ناخذ المنبر الثاني، سي اكس بيساوي بي اكس، صح؟ فيش في اتجاه الاكس الا القوتين هذولا، واحده هيك وواحده هيك. الواي بي واي زائد سي واي بيساوي 2000، صحيح؟ بي واي زائد سي واي بيساوي 2000. المومنت، باخذ المومنت حوالين سي مثلا، بكون عندي بي واي في 4 بيساوي 200 في 2. هيو المومنت حوالين سي، هي النقطه سي. ايش بسبب مومنت حوالين سي؟ التنتين هدول لا وهذه لا، بضل عندي بي واي والألفين. بي واي في 4 بساوي الألفين في 2، صح؟ بنقدر نجيب بي واي من هنا. إذا جبت بي واي من هنا، أنا بدي أحل المعادلات، أنا خلص. إذا جبت بي واي من هنا لأنها فيش لا بي واي مجهول، بطبق هنا بجيب سي واي. جبت سي واي ايش بعمل؟ بابدا انا بدي اجي للمعادله رقم واحد كمان، هذه. الان جبت بي واي بقدر اجيب سي واي بسهوله، طيب جبت بي واي بقدر اجيب بي اكس بسهوله، ساعتها بحسب اي اكس واي واي. الان اول شيء بجيب اي واي بي واي لان هي الوحيده المجهوله في هذه المعادله، باجي بطبق هنا بجيب سي واي، صار سي واي معلومه. الآن البي واي أنا جبته، بطبق في المعادلة الأولى بصير عندي
بي اكس معلومة، تمام؟ ما دام بي اكس معلومة بجيب اي اكس لانهم قد بعض، ما دام بي واي معلومة بجيب اي واي، بصير عندي كل الموجودين كل المجاهيل. طيب لو انا اكتشفت انه الممبر اي بي تو فورس ممبر، ايش معنى تو فورس ممبر؟ التو فورس ممبر هو عبارة عن ممبر مشبوك من بدايته ونهايته، فيش قوة في النص. ايش استفدت من التو فورس ممبر؟ انه اتجاه محصلة القوة اللي جاية على بدايته ونهايته في نفس اتجاهه، زي التراس. التراس كنا نقطع من هنا ونقول القوة، هاي القوة الموجودة فيه. الآن هذا تو فورس ممبر، هيو اي بي، ما دام اي بي تو فورس ممبر، اذا اتجاه الرياكشن هذا اف اي بي بيساوي اف اي بي اللي هنا، صح؟ هذا في هذا الاتجاه، ايوه اف اي بي. اذا في الاتجاه الثاني في قوه ثانيه جايه بعكس الاتجاه عشان يتوازنوا. ايوه هذا الممبر اي بي اتجاهها معروف، زاويتها 60، لانه هذه 60، هذه الزاويه 60، تمام؟ الاف اي بي هي نفسها هذه ولكن اتجاهها مختلف. هذه الاف اي بي هذه عباره عن القوه اللي جايه على اي بي من الممبر بي سي. الاف اي بي هذه عباره عن الحمل اللي جاي على بي سي من الممبر اي بي. الان خلصنا، عرفت الاتجاه، وهذه كانت الصعوبه، هذه كانت الصعوبه. الان نمسك الممبر بي سي، كم مجهول عندي؟ بس اي بي المجهول لانه الزاويه معروفه. الان لو اخذت المومنت حوالين النقطه سي هذه، ضيعت القوه هذه والقوه هذه، مباشره بقول اف اي بي كوزاين 60، حللت انا هنا، واف اي بي ساين 60. طبعا الكوزاين 60 ملهاش مومنت حوالين سي لانها بتمر بنفس النقطه، بضل اف اي بي ساين 60 ضرب 4. طبعا هذا لو افترضنا انه هيك الموجب زي ما هو موجود في السؤال، بتكون 2000 ضرب 2 بالموجب لانها هيك، ناقص اف اي بي ساين 60 في 4 بالسالب، بيطلع اف اي بي 1154.7. الان عرفتها خلص، بحللها الى اف اكس واف واي. الان 1154 هذه اف اي بي، قديش مركبتها في اتجاه اكس؟ 1154 كوزاين ال 60، بجيب هذه القوه، مش هذه هي نفسها سي اكس؟ طيب اف اي بي معروفه، اف اي بي في ساين ال 60 هذه، بيطلع عندي سي اف اي بي ساين ثيتا اللي هي ساين 60، بيطلع عندي القوه اللي لفوق هذه، تمام؟ الان اف اي بي زائد سي واي بيساوي 2000، بجيب منها سي واي وتساوي 1000، تمام؟ شفتوا قديش اسهل لما اطبق وافهم انه في ممبر زيرو فورس ممبر. انا هذا مثال سهل وواضح، بقول لي في عندي كومباوند بيم، بيم كبير شويه، طبعا هذا فيش فيه تو فورس ممبر، ليش؟ لانه هذه عباره عن قوه وهذه قوه موزعه عليها، وهذه عباره عن قوه من هنا وقوه من هنا وقوه في النص. is connected at B، مشبوكين ببعض هنا. determine the components of reaction at its supports، neglect its weight and thickness، سيبني من الثيكنس وسيبني من الويت، تمام؟ الان بقدرش احله لو اخذت فري بودي دياجرام ككل، باخدش هذا بعين الاعتبار. يعني لو اخذت الفري بودي دياجرام للشكل ككل، كم مجهول عندي؟ 4، هنا 1 وهنا 3، اكس واي مومنت، صح؟ بقدرش احله هذا. طبعا لو اخذت الشكل ككل، انتبهوا، بنتبهش للنقطة هذه لو اخذت الشكل ككل، لكن لو فصلت التو بيمز عن بعض بانتبه لهذه ولهذه، تمام؟ الان لما اجي افصل، في عندي تو بيمز، بقدرش احله طبعا. طبعا لو كان الشكل هنا مثلا
في مجال لمعادلة تانية مديني معطى تاني بقدر أحله مرة واحدة لو أخذت الشكل ككل، لكن هيك بقدرش أحله. تمام؟ طيب لو أخذت الجزء قسمته للقسمين، الجزء الأول هذا هو الجزء الأول بي سي، هيو ايش في قوة؟ هذه كروكر زي الرولر فيها سي واي بس لفوق، وفي عند الاكسترنال فورس هذه الديستريبيوتد عبارة عن 4 كيلو نيوتن متر في مسافة 2 تطلع 8 كيلو نيوتن بس كاكسترنال، بحطها هنا هيها. تمام هيها. وفي عند البن اكس وواي هنا في اكس وفي واي. تمام. الآن البيم الثاني اي بي نفسه، القوة بي اكس وبي واي هي نفسها اللي موجودة هنا بس في اتجاه مختلف، لأنه هذه الهي رسمها باللون الأزرق القوس الأزرق، هذا عبارة لما ينشبكوا مع بعض الاثنين بصيروا نقطة واحدة ثابتة، إذا بي اكس بيساوي بي اكس وبي واي بيساوي بي واي. تمام. ومنحط الأحمال الخارجية، هنا في عندي اي اكس واي واي ومومنت، وهنا في عندي الاكسترنال فورس مقدارها 10 كيلو نيوتن وهي مالها. تمام. الآن أكم مجهول عندي من الشكل، سي واي وبي واي وبي اكس وثلاثة عند الاي، صح؟ إذا في عندي 6 مجاهيل. أنا بنمسك السيجمنت الأسهل، هي هذه أسهل. شوف هذه قديش فيها، هذه فيها 1 2 3 4 5، هذه قديش فيها؟ فيها 3، وفي تكة صغيرة بقدر أعرف عدد منهم. كيف؟ لما أطبق معادلات الاتزان على هذه هذا المنبر، summation اف واي بيساوي صفر، إذا بي اكس بيساوي صفر، صح؟ هاي summation، عفوا summation اف اكس بيساوي صفر، اذا بي اكس بيساوي صفر. في قوة اكس غير بي اكس هنا؟ لا. اذا بي اكس بيساوي صفر. طيب summation اف واي بيساوي صفر، اذا سي واي زائد بي واي بيساوي 8، مظبوط؟ سي واي زائد بي واي ناقص 8 بيساوي صفر، اذا سي واي زائد بي واي بيساوي 8. تمام. طيب خذ المومنت حوالين سي واي، هذه بقدر اجيب بي واي بسهوله لانه بي اكس بصفر وهي بتمر اساسا في النقطه، والمجهول عندي بس بي واي. تطلع بي واي قديش؟ تمام. ايش المجهول عندي انا؟ لو اخذت المومنت حوالين بي او حوالين سي، واحده منهم بس بتكون مجهوله، واحده منهم. يعني لو اخذت المومنت حوالين سي 8 في 1 بالموجب ناقص بي واي في 2، بس بقدر اجيب بي واي اللي هي بتساوي بي واي زائد سي واي بساوي 8. تمام. طيب هاي بي اكس بصفر، هذه المعادله فيش فيها مجهول الا سي واي، بجيبه وبعوض هنا بسي واي بجيب بي واي. تمام. وبكون بي واي بيساوي سي واي. ليش بيساوي؟ لانه بالمومنت، هذه اخذت المومنت هنا 8 في 1 بيساوي اكس في 2، اذا بي واي بيساوي 4، مجموع الاف واي بيساوي 0، اذا هذه 4 وهذه 4 عشان يعادلوا ال 8. الان باجي بمسك المنبر الثاني اللي هو اي بي. الان اي بي ايش في عندي قوة؟ في اتجاه الاكس summation اف اكس بتساوي صفر، طبعا بي اكس هذه بتساوي صفر، اذا بي اكس هذه بتساوي صفر. ايش في عندي قوة في اتجاه الاكس هنا؟ في عندي بي اكس موجب، وفي عندي اي اكس حطيتها في هذا الاتجاه موجب، ناقص ايش؟ مركبة العشرة هذه في اتجاه اكس، صح؟ لانه هذه مايلة مش جاية عدلة، فمركبتها في اتجاه اكس عبارة عن ايش؟ 10 في 3 على 5، صح؟ أخذناها سابقا. يبقى 10 في 3 على 5 زائد بي اكس
و AX بيساوي صفر، يبقى AX هي AX موجب و BX موجب ناقص 10 في 3، لأنه أنا بحكي في اتجاه X على 5 بيساوي صفر. الآن summation FY بيساوي صفر، إيش في عندي في اتجاه الواي؟ في عندي BY ناقص، وفي عندي AY زائد، وفي عندي المركبة تبعت العشرة هذه اللي هي 10 في 4 على 5 بالناقص، بكون عندي بكون المعادلة، بكون عندي مجهول فيها بي واي، تمام. أنا طبعا بي واي بكون جيبها من قبل. المهم بكون أنا 6 معادلات، وبقدر بسهولة أحل هذه المعادلات مع بعض. زي ما قلنا جبنا هنا بي اكس، من هذه المعادلة نجيب سي واي، تطلع سي واي تساوي 4، لأنها 8 في 1 بساوي سي واي في 2، يبقى نص الثمانية 4. الآن إذا عرفت أنه سي واي 4 بعرف بي واي، لأنه بي واي زائد سي واي بساوي 8، إذا بي واي بساوي 4. عرفت هدول، عرفت كل البي وعرفت السي واي. نيجي للمعادلة هذه، بي اكس عرفته أنا بساوي 0، إذا بجيب اي اكس، اي اكس بساوي 10 في 3 على 5 وتساوي 6. طيب الآن أنا بي واي عرفتها بتساوي 4، بيجي المعادلة هذه 4 هنا، إذا اي واي ناقص 10 في 4 على 5، يعني اي واي ناقص 8، اي واي ناقص 8 تمام، ناقص بي واي اللي هي 4 بتساوي 0، إذا اي واي بتساوي 12، 12 ناقص 8 ناقص 4. ضايل المجهول عندي ايش هو؟ المومنت A، باجي بمسك المومنت حوالين أي نقطة من هذه النقط، ولتكن النقطة A هذه النقطة. لو أخذت المومنت حوالين A بضيع كل القوة هذه، بس بضل المومنت موجود. بالمناسبة بذكر بهذه النقطة، لو أخذت المومنت حوالين B هذول الاثنين ضاعوا، بس بضل عندي المركبة هذه في اتجاه ال Y، هذه الإكس ملهاش، هذه الواي، والمومنت برضو باخده، لأن المومنت هذا عبارة عن فري فيكتور، وين مكان مش مرتبط بنقطة معينة، تمام؟ آخر سؤال عندنا في الفريم، بقول the frame shown in the figure، الشكل اللي أمامنا مكون من إيش؟ بكرة شايلة حمل مقداره 50 كيلو، هيها مدام شفت البكرة هنا، يبقى الشد على طرفيها متساوي، إذا هنا 50 كيلو ضرب 9.81، هيها وهنا وهنا بيطلع نفس الحمل، تمام. Determine the horizontal and vertical components of the reaction at A و at C. بده هنا وهنا بنمسك البكرة، نبدأ من عند البكرة. البكرة هذه فيها شد لتحت 50 في 9.81، وشد أفقي 50 في 9.81، وعند هي مثبتة في الممبر هذا، في عندي قوة مقدارها دي اكس ودي واي، عشان البكرة هذه تكون under equilibrium بيكون دي اكس ودي واي معاكسة في الاتجاه ومتساوي، مباشرة بجيب دي اكس ودي واي مباشرة بجيبهم. ليش؟ لأنه لو طبقت معادلة الاتزان هنا بكون summation f x بصفر، بتكون دي x بساوي t ودي y بساوي t، إذا دي x بساوي دي y وتساوي 490.5. من وين إجت 490.5؟ عبارة عن 50 ضرب 9.81، تمام. الآن بنرسم، بدي أنا هنا أجيب هنا وهنا، مدام هنا بدي أرسم هذا المنبر. هذا المنبر عبارة عن two force member، هيك هيو، في عندي x وy وx وy، لكن لانه تو فورس ممبر بتكون المحصله في اتجاه x فيش في الواي. اذا في هنا عباره عن اف بي سي واف بي سي، متساويتين في المقدار ومضادتين في الاتجاه، زي الممبرز تبعت الترس. الان الاف بي سي هذه بتنتقل هنا باتجاه معاكس، هنا كانت في الممبر بي سي عباره عن كانه الممبر اي دي هذا بشد البي سي لبرا، بده يخلع، بده يطلعه لبرا، لانه هيك بده يوقع هو لهنا، فبشده لبرا. الان الممبر بي سي بيمنع
الممبر اي دي انه يوقع لبرا فبيشده لجوه، تمام؟ هيك المنطق اللي بنحكي فيه. فبكون عندي من هذا الممبر اف بي سي في عكس الاتجاه، ومن البرغي تبع البكره معاكسه لدي اكس ودي واي ومتساويه لهم. اذا كان دي اكس اللي هنا هيك بكون في الاتجاه الثاني، اذا في عندي 490 490، وهنا اف بي سي عرفت اتجاهه بس مش عارف مقداره، وهنا في عندي تحت اي اكس واي واي. بقدرش اعمل اي اكس واي واي في هذا الاتجاه لانه هذا مش تو فورس ممبر يا شباب، تمام؟ كم مجهول عندي؟ فقط ثلاث مجاهيل، واحد اثنين ثلاثه. في معادلات الاتزان تبعتنا بنجيبه، بنمسك السمشن اف اكس بساوي صفر، بجيب مباشره، هذه طبعا احنا بنحكي في البكره، نمسك البكره اللي فوق سمشن اف اكس بصفر، بجيب دي اكس بساوي 490 ودي واي 490 جبناها هيها. الآن بننتقل إلى الممبر الثاني، نيجي ناخذ المومنت حوالين A، ناخذ المومنت حوالين A هنا. إيش اللي بسبب المومنت حوالين A؟ DX ودي واي وإف بي سي، صح؟ طبعًا DX ودي واي معروفين. معروفين قيمتهم 490. 490 في المسافة هذه هي 0.9، و490 في المسافة هذه 1.2. مباشرة بجيبهم. ايش كمان عندي؟ FBC في المسافة هذه في 0.6، تمام؟ طبعا مع مراعاة الموجب والسالب، انه لو كانت هذه موجب، هذه موجب دي سي ودي واي سالب، بيطلع عندي اف بي سي 245.25. الان نعرف هذه ونعرف هذه، هي اللي بعلم عليهم معروفين ومعروفه هذه كمان، تمام؟ ايش المجاهيل اللي عندي؟ التنتين هذول. الان سميشن اف اكس بصفر وسميشن اف واي بصفر، بجيب اي اكس واي واي، تمام؟ جبت اي اكس وجبت اي واي، تمام؟ الآن بده الفورس ات سي، هذه مش الفورس ات سي يا شباب، هو نفسها الفورس اف بي سي، مش هتو فورس ممبر اف بي سي، هي نفسها، لأنه هذا الاف بي سي اللي جبناها تو هنا قديش طلعت؟ 245.25، هذه هي نفسها، هذه مش 245.25، هي نفسها هذه الاف بي سي، هي نفسها بتنتقل على المنبر الثاني. المنبر الثاني هذا الاف بي سي هي عباره عن القوى الموجوده هنا، وهيك بنكون حلينا السؤال. ايش اخذنا؟ اخذنا السمبل تراس. السمبل تراس في طريقتين، ميثود اوف جوينتس وميثود اوف سيكشنز. ميثود اوف جوينتس بنقص عند الجوينت من هنا مثلا، بنحلل في عندي بنقص من هنا، بكون عندي قوه 500 وفي عندي التو ممبرز هذولا، بحدد الاتجاه عشوائي. اذا انا عارف الاتجاه او بحدده عشوائي، وبجيب سمشن اف اكس بصفر وسمشن اف واي بصفر. ميثود اوف سيكشنز بقص عند النقطه اللي بدي اجيب عندها قيمه القوى، زي هنا هني قصيت من هنا. اذا باخذ اما على اليمين او على الشمال، دائما باخذ السهل، ببعد عن السبورت قدر الامكان. اذا بدي اجيب السبورت الرياكشن اللي فيهم، باخذ الفري بودي دياجرام للشكل ككل. في طريقه السكشنز بكون عندي ثلاث معادلات، اف اكس بصفر واف واي بصفر ومومنت بصفر، بعدين الماشينز والفريمز. لما بدي اخذ الفري بودي دياجرام للشكل ككل، باخذ هنا الرياكشن وهنا الرياكشن، وبهتمش للموجود هنا. لكن لو بدي افصل بينهم واخذ اي بي لحال وبي سي لحال، في هذا الوقت بمسك الاي بي، هذا عباره عن كانه لحاله منبر، عندي في عندي اي اكس واي واي، وهنا بي اكس وبي واي، لكن لانه تو فورس ممبر بكون خط عمل القوتين هيهم، هي الاولى وهي الثانيه، هذه للممبر هذا. عند الممبر الثاني بي سي هيو الاف اي بي، هذه اللي هي نفسها هذه، تمام، بتنتقل كما هي هنا في الاتجاه المعاكس، لانه الاثنين هذول محصلتهم بصفر. هيك بنكون خلصنا الشابتر 6، وان شاء الله يعني قطعنا، بنكون هيك تقريبا يمكن على الأقل
70% من المنهج. بقي عندنا 3 فصول إن شاء الله راح نبدأ فيهم في المحاضرة القادمة. الله يعطيكم ألف عافية.